هي أغرب المسطحات المائية على وجه الأرض. السفر إليها شبيه بالسفر إلى سطح القمر. تعد هذه البحيرة من أكثر البحيرات هدوءاً ورعباً في القارة الأفريقية. اشتهرت باسم بحيرة الدماء الحمراء نظراً للونها الغريب. يأتي هذا اللون بسبب ارتفاع مستويات البكتيريا في مياهها وكذلك الطحالب الموجودة فيها، تحتوي على نسبة حموضة عالية فيمكن أن تحرق عيون وبشرة الأشخاص وكذلك أي حيوان يلمسها. فبحيرة النوترون أو بحيرة الدماء الحمراء القاتلة تحول الكائنات الميتة إلى كائنات غريبة تشبه الأحجار نتيجة تراكم أملاح الكالسيوم على أنسجة جسمها. فمستوى البي اتش في بحيرة النوترون يصل إلى 10.5 وقد يزيد. وتأتي هذه المستويات من كربونات الصوديوم والمعادن الأخرى التي تتدفق إلى البحيرة من التلال المحيطة بها. وتصل درجات الحرارة الشديدة في بحيرة النوترون إلى 140 درجة مئوية، ذلك مع وجود مستويات عالية من القلوية. تغذي بحيرة النوترون الأنهار والينابيع الساخنة ولا تصب في أي نهر أو بحر، فالمطر الذي يسقط على بحيرة النوترون هو مطر وهمي ويتبخر قبل أن يصل إلى السطح. فمياه بحيرة النوترون هي سامة للجسم نظرا لكمية الرواسب الكبيرة بها من الملح والصودا. قد علق مصور الحياة البرية السابق نيك براندت أن نشر العديد من الصور والحيوانات الميتة والمحفوظة في النوترون قائلا: وجدت عددا كبيرا من الحيوانات النافقة والتي تبدو وكأنها محنطة على طول ساحل البحيرة الغريبة، ومنها الخفافيش وكذلك الفلامنجو. تقع هذه البحيرة شمال تنزانيا بالقرب من الحدود الكينية وتتغذى خلال ينابيع الساخنة الغنية بالمعادن. فالبحيرة ضحلة جدا ولا يزيد عمقها عن 3 أمتار. ونظرا لأن الماء لا يمكن أن يتدفق خارج البحيرة فإن مستويات التبخر تكون عالية، وهذا يترك وراءه النوترون وكربونات الصوديوم العشرية الهيدرات وكذلك الترونا وهي كربونات الصوديوم الثنائية الهيدرات. يؤدي التركيز العالي من النوترون إلى مستويات قلوية شديدة في هذه البحيرة، فتعتبر من أخطر البحيرات على هذا الكوكب. لكن لماذا تحول بحيرة النوترون البشر إلى حجر؟ تحتوي الحمم البركانية على كميات كبيرة من الكربونات، ولكنها تحتوي على مستويات منخفضة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وقد سمح هذا للبحيرة بالتركيز في محلول ملحي قلوي كاون. فمن المعروف أن الخصائص الكيميائية للمياه تعمل على تكلس أجساد أي كائن حي مات في البحيرة. لكن لماذا لا تزال بحيرة النوترون لغزا كبيرا؟ ذلك لأن المحلول الملحي الذي هو في البحيرة هو شديد السمية وقلوي للغاية، فهو يشبه الأمونيا تقريبا، فيمكن أن ترتفع درجة حرارته إلى 60 درجة مئوية. وهنا يكمن سر التركيب القلوي للبحيرة، فيشبه الغذاء الفائق للكائنات الحية الدقيقة والتي تزدهر في ظل هذه الظروف. رغم ذلك نعتبرها واحدة من أكثر بحيرات العالم رعبان في القارة السمراء. فالبحيرة ضحلة لكن بعمق لا يتجاوز 60 سنتيمتر، ويغادر الماء البحيرة بالتبخر فقط ليترك خلفه الأملاح المعدنية والتي جاءت من بركان قريب، فتنفق الحيوانات التي تقع في البحيرة وتكتسي أجسادها بالأملاح المعدنية وتتحول إلى ما يشبه التماثيل الحجرية. لكن ثمة حياة في بحيرة النوترون على الرغم من طبيعتها القاسية، حيث تستوطن البكتيريا الزرقاء ونوعان من سمك البلطي، وتزورها طيور النحام القزمة لتتكاثر هناك والتي تتغذى على البكتيريا الزرقاء. وهنا تفقس 3/4 طيور النحام القزمة في العالم، وتستفيد الطيور من البيئة السامة في حماية عشاشها من المفترسات. لذا تضع بيوضها في وسط البحيرة عندما تجف مرة كل 7 سنوات. ولكن اليوم يهدد هذه البيئة الفريدة مشروع سد كهرومائي يتم إنشاؤه، إذ يتوقع أن يجرف السد كميات هائلة من الطين إلى مياه البحيرة، مما سيغير ملوحتها ويزلزل التوازن البيئي حولها، وقد يؤثر ذلك على نحام القزمة إن لم نتدارك الأمر. فالتوازن البيئي في الموائل الطبيعية هو هش للغاية ويجب علينا حمايته.